قالت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بأن المخبز العربي الجديد للشركة في منطقة فهد الأحمد سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة، فيما سيتم تشغيل الفرع الجديد الآخر في منطقة سعد العبدالله خلال المرحلة المقبلة من هذا العام. وقال مدير دائرة المبيعات في الشركة نبيل إبراهيم جحيل في تصريح خاص لتلفزيون دولة الكويت بأن إنتاج الشركة من الخبز العربي والأوروبي يفوق 6 ملايين قطعة يوميا، وأن الشركة تغطي أكثر من 1600 نقطة بيع موزعة على جميع محافظات البلاد. آلية العمل، طبعا المخابز احنا متواجدين في مخبز عربي، عندنا شركة فيها 8 مخابز عربية معنية في الخبز العربي، وعندنا مخبز في صبحان اللي هو للخبز الأوروبي. المخابز العربية تجيها الأوامر من أو طلبات من دائرة المبيعات على حسب احتياج السوق، وتبدأ العمل في الإنتاج. احنا نتكلم معدل إنتاجنا اليومي بحدود 4.5 مليون خبزة باليوم. في صبحان اللي هو المخبز الأوروبي اللي هو التوست والكرواسو والكيك وغيره من المنتجات، الصمون الهمبرجر، نتكلم ما بين 1.5 مليون إلى قد نوصل بعض الأحيان في الذروة إلى 2 مليون حبة باليوم. طبعا هذه الأرقام كلها بالطن، لو نبي نسويها بالطن في الذروة توصل إلى تقريبا يعني 400 طن باليوم، وهذا رقم ضخم جدا جدا. يعني لو جمعت عدد المخبوزات هذه وحطيتهم فوق بعض ترى يصير جبل من حجمها يعني وكميتها. بالإضافة إلى أن طبعا لما ينتهي الإنتاج في أسطول متكامل للتوزيع، هذا الأسطول يبدأ من الفجر 4 الفجر بتوزيع هذه المنتجات على ما يقارب 1600 إلى 1700 نقطة بيع باليوم. فالمواطن لما يروح الساعة 6-7 الصبح يدخل الجمعية يلقى منتجات طازجة بإنتاج اليوم يوميا. هذا العمل الجديد بالنسبة لي كصناعة، احنا عندنا اليوم مخبزين جدد، مخبز في جنوب الكويت فهد الأحمد، ومخبز في شمال الكويت سعد العبدالله، اللي تغطي التوسعة العمرانية اللي قاعد تعدد في البلد لله الحمد. فهد الأحمد خلال أيام قليلة راح يبدأ إنتاجه وينزل بالسوق إن شاء الله، وهذا حصري لبرنامجكم. أما سعد العبدالله بالقريب العاجل إن شاء الله.